يلا يوسف، يلا بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا صباح الفل والورد والياسمين على أحسن ناس في الدنيا. جمعة مباركة علينا وعليكم وعلى أمة المسلمين أجمعين يا رب. كل مرة إن شاء الله بإذن الله عندنا حاجات حلوة، كل سنة وأنتم طيبين. ماشي، أحلى سمك عندنا وأنضف سمك عندنا، والنهاردة عندنا الأحجام الوسط عشان الناس اللي عايز سمك وسط، تلاتات ممكن يبقى فيه أربعات، حاجة الله أكبر. قرب كده على بوط يوسف، السمك النتي ده يا جماعة الله أكبر، ده اللي أحلى من الدنيس، ده حاجة تبارك الله كده. في جميع المقاسات يا جماعة، تلاتات اتنينات، حجم اللي انتوا عايزينه. البولت يا جماعة 3 من 210 زي ما احنا شغالين، حاجة تبارك الله كده. بولتي الله أكبر، التلاتات الحلو والاتنينات الحلو، ده اللي عايز حاجة أنا تحت أمر، حاجة تبارك الله. خش على الجمبري اللحمة يوسف، هنصور فيديو على السريع عشان عندنا شغل وعندنا اوردرات شغالين. ماشي، وبرده بفرجكم على حاجه، ان هي كلها حاجات فريش الله اكبر. عندنا جمبري اللحمه يا جماعه، مفيش جمبري اللحمه لسه بالاسعار اللي عندنا دي خالص. عندنا برده على سعرنا 3 اطباق ب 200، ما عادش فيه الاسعار دي، دلوقتي الطبق ب 150 بس احنا بنبيع 3 ب 200. عندنا الشخرم البلدي ده اللي كله بطارخ ده، ماشي، ال 2 كيلو ب 100 زي ما احنا شغالين. في السمك ب 100 وفي السمك ب 50 جنيه. بيع الشكرم ب 50 جنيه، ده احلى من الشبار الاخضر يا جماعه. عندنا البربون البلدي طبق كيلو ب 100، مش ب 150 ولا ب 130 ولا ب 120، البربون البلدي. وعندنا الله اكبر شوربه السي فود، حاجه تبارك الله كده، طبقين الله اكبر. الطبق ب 140 يا جماعه، وفي العرض الطبقين ب 250 زي ما احنا شغالين، حاجه تبارك الله. فيليه البلطي فين يا مسك؟ وعندنا فيليه بولت يا جماعه، طلع كده فيليه البولت تبارك الله. عندنا يا جماعه الكيلو ب 220، وعندنا عرض ال 2